Do you think you know how to think? هلا مايا بتخبرنا how do we think بالكمبيوتر وبوقتها. بعرف ما حدا فهم شيء بس انه على كل حال انا فهمت. نحن رح نفسر هلا. هلا رح نفسر اكيد. فاذا كيف بدنا نوصل الكمبيوتر بالتليفون والتليفون بالكمبيوتر. والتليفون بالكمبيوتر. هيدي الشغلة اسمها سينك يعني سينكرونيزيشن. يعني كيف المعلومات اللي عنا إياها على التليفون كمان تكون موجودة على الكمبيوتر. أوكي. هيدي شغلة لهلا ما حكينا عنها. نحن دايما عم نركز على ويب سايتات مثل فيسبوك، اشياء مثل جوجل درايف، جوجل كالندر، دايما بنقول انه فينا نستعملها على التليفون بس ولا مرة فسرنا كيف. واليوم رح نفسر هالشي. بس قبل خلينا نشوف سوا ريبورتاج جديد تنشوف العالم اذا بيعرفوا شو يعني سينك. يلا. شو سينك؟ شو هيدا سينك؟ مثل لينك يعني؟ ما بعرف يعني. سينك؟ سينك يعني مجلى. أنا هيك بعرف. لا، بتعرفي للسينك؟ لا. يعني بتحولي من التليفون على الكمبيوتر مسجات وما مسجات وشي من عندنا. لينك هيدي. أول ما شكل آيفون بالآيتونز لوحده بيعمل سينك. كل شيء بينقل، كل شيء بستعمله حيلا تاب أو سيرفر عندي بينقل ثرو جيميل على الأونلاين ويب سايت. بيرجع بينزل لعندي على الكمبيوتر اذا بدي يجيبه من الجيميل دغري من الويب سايت. بيصير ينزل الاغاني اللي باللايبرري تاعتي وصور او كونتاكتس او ميلات او شو ما كان. ما سامع فيها. ايه اكيد انا عامله سينك. انا لا ما بعمل لاني انا مش هوايه الكمبيوتر ما بفضله. انا عامله سينك للبيكتشرز والسونجز وفيديوز. انا من المعلومات سابق اكستنشن بلوتوث. لا انا بنقلهم باي واي فاي انترنت. بعدني اولد فاشن بهالشغله بنقلها بواسطه الكيبل بنقل معلوماتي من السل للكمبيوتر بالكيبل. بنقلها من التليفون على الكمبيوتر في لها يو اس بي كيبل يو اس بي دغري بتنقل. لا لا انا ما في انا اولادي اللي بينقلوا صراحه انا ما بشتغل عليهم. نحن اميين بالنسبه لهالعصر. حبيت هيدي المجلة مهضومة. هي مش كل العالم بتعرف اكيد يعني. في ناس بتعرف في ناس ما بتعرف. لاحظنا الجيل الاصغر بيعرف اكثر من الجيل الاكبر اللي هو شيء طبيعي يعني. نعم. هن بيستعملوا التليفونات. هلا رح اعطي شوي فكره شو في انواع تليفونات بينعملوا سينك. أوكي. يعني بس نقول سينك عم نحكي عن السمارت فونز يعني التليفونات الجداد ايفون اس 2 اس 3 كل هالانواع ويندوز فون اتش تي سي الجداد لانه صح. هود هن السمارت فونز اللي فيها نستعمل فيهم اشياء على الكمبيوتر وهون كمان مثل جوجل كالندر هيك اشياء. هلا غير السينك في شغله حابه اوضحها هي الابلكيشنز. اوكي. يعني في شيء اسمه الابلكيشنز فينا ننزلهم على التليفون. مثلا هون عم نشوف قدامنا سامسونج تليفون اس 2 او اس 3 هيدا. هو هيدا نظامه هو اندرويد بنسميه. يعني الابس موجودين على جوجل بلاي، اذا بنفوت على جوجل بلاي بنلاقي الابلكيشنز. هلا المشهور اكثر هو الايفون، الابلكيشنز هن اللي بلشوا هالفكره اصلا. الايفون لازم نوصله على ايتونز، بس نوصله على ايتونز بننزل من هونيك اللي هو يعني أبس هو بلا الايتونز ما بيقدر ينزل، ما بنقدر ننزل شيء من التليفون. اذا عندنا ايفون بدنا ننزل ايتونز. بس سامسونج ما خص. سامسونج غير شيء. هلا بنشوف كيف شاف شادي عنده سامسونج. اوكي. وبس نشوف افيلبل اون ذا اب ستور هيدي البوتن معناتها هيدا الشيء فينا ننزله. هيدي ابلكيشن دائما بنفوت على ويب سايت اذا بنشوف هاي العلامه معناتها هيدي ابلكيشن فينا ننزلها على الايفون. اوكي. واخر شيء في عندنا الويندوز فون يعني هلا هو كلهم بيتضاربوا مع بعضهم عندهم ويندوز ستور او ماركت بليس ومن هونيك فيهم ينزلوا ابلكيشنز. هودي الابلكيشنز غير موضوع عن السينكينج يعني السينكينج المعلومات اللي عندنا اياها هون تصير عنا اياها كمان على الكمبيوتر. أوكي. هلا انا بعد شوي رح فرجيكم كيف بوصل من الايفون على الكمبيوتر بس في شيف شادي عنده طريقه حلوه بيستعمل تليفون السامسونج. تفضل تفرجينا شوي انت كيف سوري بتعمل. تاخرت عليكم كنت عم باخذ الطلبيه على الجميزه خدتي لي التاكسي عندي. نعم. انت اي تليفون عندك؟ انا عندي سامسونج نوت 1. اوكي. اوكي اللي هن كمان موجودين موجود الابلكيشن بالسامسونج كمان نوت 2 وكمان بالسامسونج اس 2 اس 3 موجوده بكل شيء يعني بتجي هي اون بورد واذا بدك كمان فيك تعملي لها بعدين انت داونلود لهيدي الابلكيشن اللي هي عباره عن ابلكيشن اسمها كيس اير. اوكي. اوكي هيدي الابلكيشن بس نكبس عليها بهالطريقه وايرلس. اوكي وايرلس وايرلس بنروح على ستارت
بطارية وأنا بشتغل عليها كتير، أوكي؟ حسب إذا كنت أنت، إذا كنت أنت اليوم بشو اسمه مثلاً تنقول على الطريق عندك لابتوب أو عندك شغلة دغري بتفوت على هذا الموضوع بيطلع لك مثل كود، هذا الكود بس يطلع لك لك وينه هلأ هون طلع هالكود بس يطلع نحن دغري منحطه نحن محل ما بتكتبي فوق أنت 3W دوت أو شيء بتحطي دغري بيعمل سينك بين التليفون وبين بعدين اللابتوب اللي عندك او الكمبيوتر اللي عندك، وبهالطريقه انت كمان مانك بحاجه، حتى التليفون في يكون بوقت النوم وانت موجوده بالصالون فيك تشتغلي عادي على اللابتوب كانك عم تشتغلي على التليفون، فيك تعملي اتصالاتك، فيك تحكي، فيك تقرا اللي بدك اياه، هذه شغله كثير حلوه. وغير هيك فيك تعملي كمان سينك على كذا لابتوب مش بس لابتوب واحد. اوكي حلو. حلو. هلا الايفون بيختلف طريقته، مثلا هون انا معي بدي بيعه انا ب 600 دولار اذا حدا بيهمه. هلا انا معي هون ايفون ومثل ما لاحظتوا واسطته على الكمبيوتر، عندنا يو اس بي كيبل، هيدا مع كل ايفون او حتى ايباد بتشتروه سامسونج لا نفس الشيء. هلا في اكيد طرق تنعمل، في طرق مختلفه كمان بالكيبلز، بس هي طريقه بالنسبه لي ناجحه اكثر انك تستعملي كيبل او غيرها، ما بعرف مش موجوده بالايفون اكيد موجوده اسمها اير بلاي، بس هون غير موضوع، نحن بدنا الطريقه الاسهل اللي هو الكيبل بيجي اصلا مع الايفون. لازم انتم تكونوا منزلين عندكم شيء اسمه اي تيونز. هو عاده بيعرفوه العالم انه مثل ويندوز ميديا بلاير فيكم تسمعوا عليها موسيقى، بس مش بس، كمان بنستعملها تنعمل سينك للابلكيشنز للموسيقى، موفيز، تي في شوز، فوتوز، يعني كله هيدا عالم ابل موصول ببعضه، يعني عندنا الايفون، عندنا الايباد، وعندنا الابل تي في اللي هو بيسمح انه الواحد هو قاعد ببيته ينزل تي في شوز او موفيز يحضرهم، وبصير عنده اياهم كمان على الايفون وعلى اللابتوب. هلا انا اول شيء عملته اخذت الكيبل يو اس بي كيبل وصلته بالكمبيوتر ونزلت عندي اي تيونز، وهون بين عندي مايز اند كولز ايفون، يعني هو قري انه هيدا الايفون اللي انا نزلته. من هون بنلاحظ حاطط لي قد ايه عندي موسيقى، قد ايه عندي صور، قد ايه عندي ابلكيشنز، وقد ايه عندي بعد محل فاضي على التليفون، لان التليفونات بيفولوا مرات دائما عندهم ليميت معينه، اكثر من هيك ما فيك تزيد عليها معلومات. وهون عندنا الكبسه المشهوره اللي عم نحكي عنها اللي هي سينك. اوكي انا شو بيصير بس اكبو السينك؟ بس اكبو السينك كل المعلومات اللي عندي اياها هون بصير عندي اياها على اللابتوب. يعني هيك ساعتها اذا ضاع تليفوني، اذا وقع بالمي، انكسر، كثير بيصير معنا قصص، كل شيء اهم شيء ارقام التليفونات، هيدا اللي دائما انا بتعاني منه. صار معي كذا كذا مره، يعني اذا ضاعوا التليفونات هون لم موجودين، مش عاملهم باك اب لا على الكمبيوتر ولا عاملهم على غير محل، يعني حياتي الاجتماعيه الحمد لله. هلا مثل ما شفنا عندنا موسيقى، صور، ابس، وأدر. هلا أدر في يكون حيلا شيء مثل حيلا دوكيمنت منزلتيه انت، معلومات. وهون مثلا اذا بدنا نعمل سينك للكونتاكت، شفتوا هون عندنا سينك كونتاكت هون بالانفورميشن، حتى فينا نعمل سينك للايميل. اوكي وهون انا بحب فرجي على التليفون، ما بعرف اذا فينا نقرب الكاميرا تنفرجي، انا بستعمل جيميل، يعني هي ابلكيشن انا نزلتها بالاب ستور. اول شيء هيدا هو الاب ستور، بس نفوت نحن على الاب ستور ببين عنا كذا ابلكيشن نزل عنا، فينا نفتش هون سيرش، فينا نفتش على حيلا موضوع، مثلا جيميل، اذا بكتب انا جيميل بعمل سيرش حسب قد سرعه الكونكشن ببين عندي كل الابلكيشنز. هلا عم بيعملوا لود، هلا بنرجع بنشوفهم بس يخلصوا اللودينج، وتيكون خلص اللود هلا انا منزلتها قبل بوقت هيدي جيميل ابلكيشن، بس تفتح هون بشوف كل ايميلاتي على تليفوني ضمن هالابلكيشن. يعني حيلا شخص عنده الجيميل اكاونت بيقدر ينزل الابلكيشن ويشوف ايميلاته دغري هون. نفس الشيء عندنا ابلكيشن ثاني اسمها كالندر مثلا، هيدي بتكون موجوده اصلا بالايفون، اذا بنزل كالندر بفرجيني كل يوم كل شهر بشهره شو عندي وكل يوم شو عندي معلومات، دائما بتجي مع التليفون. ايه وفينا نعمل لها سينك كمان مع جيميل. أوكي. مثل ما عندنا جوجل كالندر. بيصير كل شيء عندنا بجوجل كالندر ببين على كالندر الايفون. أوكي. يعني هودي هيك طرق على السريع قد ايه هالشغله فيها تهين حياتنا. اكيد مينيموم. واللي عنده هوت ميل، واللي عنده كل شيء فيك تحطي كم ميل فيك تحطي، فيك تنزل قد ما بدك، قد ما بدك، مثل مثلا محسوبك حته خمسه مثلا ميل، خمسه ايميلز عندك شو معقول؟ اوكي خلينا نشوفهم كله. فينا نشوف الصور، فينا نشوف كل شيء. خلينا نشوف الابس هون. ايه حلو. هلا الابس ليكو شو حلو هون، بفرجيكم السكرينز اللي عندكم اياهم على الايفون هون دغري قدامكم، بتشوفوا كل الابس وفيكم تزيحون
وتحطوهم عندكم مثلا اذا بدكم تزيدوا اب جديده حسب شو اسمها، وبتشوفوا كل سكرين. يعني مثلا هون عندي هيدي لعبه، هيدي ايميل، هيدي ابلكيشن عندي اياها كرمال شوف قد ايه عم بصرف مصاري. اوكي. وفينا اذا اب مش مبسوطين فيها بدنا نمحيها مثلا، فينا بنكبس هون وبنحط على الاكس، بتتمحى من الايفون ومن الكمبيوتر بنفس الوقت. هون عندنا كل سكرينز. يعني مرات بتعجق علينا بالابلكيشنز، بننزل كثير كثير وفجاه بيصير عندنا كثير عجقه. انا ما كثير الي جرى تنزل. ايه هلا اذا بتحبي بس كثير مهم تعملي هيك، بس اذا بتنزلي كثير بتوصلي لمرحله ما بقى ساعه التليفون. فهون حلو بتشوفيهم كلهم قدامك وبتشيلي، بتشوفي هي ما بدي اياها رح شيلها، هيدي منيحه. فيكي ترجعي تغيري لهم محلهم مثلا، تحطيهم بقلب بعض، شفتي كيف؟ مثلا هون بتحطي ابس مع بعضهم، يعني أوكي. بصير حلو كانك عم تستعملي الايفون بس على الكمبيوتر. شايف انت من الاشخاص اللي كثير بينزلوا ابلكيشنز ولا لا؟ كثير بشتغل على شو اسمه، وخاصه بس تنقل الاشياء على اللابتوب شغله كثير مهمه. ايه؟ عن جد اول شيء التليفون بس يتعبى كثير. مثلا هلا عندي 2500 صوره مثلا، بصير التليفون بطيء كثير اليوم. طبعا. اوكي، فشو بتعملي انت؟ بتكبيهم ساعتها على اللابتوب وبطريقه بتشتغلي بطريقه اسرع يعني. اكيد. اوكي مايا، في عندنا شيء كمان بدنا نفسره. جوجل درايف. بدي احكي عن جوجل درايف. نحن قبل كنا حكينا عن جوجل درايف وفتنا فيها بالتفاصيل وشفنا سوا كيف فينا نستعملها. خبريه حلوه كمان، في ابلكيشن اسمها جوجل درايف، بس نزلها عندي على الايفون بصير كل شيء في عندي فايلات على جوجل درايف فيي اوصلها من تليفوني. شو حلو. وهون شفنا يعني هيك على السريع قد ايه حلو الواحد يعمل سينك بين تليفونه وبين اللابتوب. يعني اهين تاخذي معك التليفون وين ما تظهري، مش اهين ما تحملي اللابتوب يعني. اللابتوب. طب اذا كمان قلنا على الايباد بيمشي الحال وعلى الميني؟ ايباد نفس الطريقه، بدنا هيدا الكيبل نوصله باللابتوب ونحلت نفس الطريقه. بالايتونز كمان بدي زيد شغله كمان على الاندرويد. أوكي. او على السامسونج، اسمها كمان الابلكيشن اسمها بولاريس اوفيس. كمان فيك تحطيها، فيك تنزلي اي فايل بدك، وفيك تعملي سيرش باي ليتر، يعني فيك تحطي اول حرف بيلاقي لك الوصفه او بيلاقي لك اي شغله تكوني حاططيها كمان. يعني مش بس بالطبخ، كمان بالتكنولوجيا من الاخر. مش معقول. مش معقول. برافو. على كل حال بدي اتشكرك مايا، كمان بدي اتشكرك شيف على التعاون الدائم. والان سوف نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها سوف طلع زحلي بس خذني معك لانه انا جاي لعندك بعد شوي. خذني معك. فاذا نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنطلع على المطبخ لنشوف الاكله وين صارت مع شيف شادي.